أهلا وسهلا بكم تلاميذي الأعزاء في قناة الأستاذة نزيل. اليوم إن شاء الله معكم هذا الفيديو خاص للسنة الرابعة متوسط، راح نتناول فيها وضعية إدماجية حول هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955. إذا راح نتناول وضعية إدماجية تتحدث حول ذلك. بداية راح نطرق إلى الوضعية الإدماجية وندرسها. لاحظوا معي جيدا، قلنا الوضعية الإدماجية دائما تتكون من 3 أجزاء: السياق، السندات، والتعليمات. كما كنت لاحظوا هنايا، نبدأ بالسياق. بمناسبة يوم الشهيد المصادف ل 18 فيفري أحيت مؤسستك حفلا تخليدا للذكرى، وقد توقفتم عند محطة هامة في تاريخ الجزائر وهي هجمات الشمال القسنطيني، حيث طلبت منكم أستاذة التاريخ كتابة عرض حول هذا الحدث. يعني من السياق استخرجت أن هجمات الشمال القسنطيني هي موضوعي، لكن عن ماذا أتحدث بالضبط في هجمات الشمال القسنطيني؟ سوف تكون مؤشرات من السندات. لاحظوا معي السندات. السند رقم 1 وش يقول؟ يجب أن تتحمل الأعباء مع الأوراس، وإذا بقيت العمليات مكثفة هناك وبقيت الأوراس وحده فسوف تضيع الثورة. من الكتاب المدرسي. من المؤشر هذا نلاحظ باللي أنه أعباء مع الأوراس، معناتها منطقة الأوراس محاصرة، ظروف اللي خلت هجمات الشمال القسنطيني يوجد زيغود يوسف يوجد لها. السند رقم 2، لقد تم قتل 123 فرنسيا، وقام العدو بمجازر انتقامية راح ضحيتها آلاف الجزائريين، مجزرة ملعب سكيكدا 1200 شهيد. هنا من السند رقم 2 ماذا أستنتج؟ أستنتج أنه هذه عبارة عن نتيجة من نتائج هجمات الشمال القسنطيني. إذا في التعليمة وش تقول التعليمة؟ لاحظوا معايا، عندي صورة لزيغود يوسف. بالاعتماد على السندات والمكتسبات القبلية اكتب فقرة تتحدث فيها عن هذا العرض. يعني ذلك ما هذا العرض؟ العرض هو هجمات الشمال القسنطيني، وبالضبط سوف أتحدث على ظروف وأسباب ونتائج نتائج هجمات الشمال القسنطيني. جيد، إذا الوضعية الإدماجية راح تكون على النحو التالي. معايا وضعية إدماجية حول هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955. إذا نبدأ بالمقدمة. تميز تاريخ الجزائر بمحطات هامة بقيت راسخة في ذاكرة الجزائريين، أهمها هجمات الشمال القسنطيني، فما هي ظروف اندلاعها ونتائجها؟ هنا بعض الأساتذة يفضلون وضع الإشكاليات، كاين اللي ما يفضلش وضع الإشكالية، كما تحبوا تزيدوا تحبوا ما تزيدوهمش الإشكاليات. روحوا إلى العرض. لقد شهدت الثورة التحريرية الجزائرية منذ اندلاعها منعطفات خطيرة كاستشهاد عدد كثير من أبطالها وقاداتها واعتقال الكثير منهم، حيث استشهد البطل ديدوش مراد، وأسر مصطفى بن بلعيد ورابح بطاط، وأيضا استمر الضغط على منطقة الأوراس ومحاصرتها، بالإضافة إلى مشروع جاك سوستيل الإغرائي. هنا كامل راني تناولت الظروف. وفي ظل كل هذه الأوضاع، يعني في ظل كل هذه الظروف، جاءت هجمات الشمال القسنطيني للقائد زيغود يوسف في توقيتها المناسب، فوضعت حدا فاصلا لمحاولات التضليل والتشكيك في وطنية الثورة وشعبيتها، فأسفرت هذه الأخيرة بنتائج مهمة. نروحوا النتائج. فقد قتل 123 فرنسيا، وفكت الحصار على الأوراس، كما دفنت مشروع جاك سوستيل، وأكدت على شمولية وشرعية الثورة، في حين قام العدو بمجازر انتقامية راح ضحيتها آلاف الجزائريين، بين قوسين مجزرة سكيكدا،
ومنه نستنتج الخاتمة الآن، ومنه نستنتج أن الهجومات الشمال القسنطيني أعظم انتصار للثورة التحريرية، فهو بمثابة أول نوفمبر ثاني للجزائريين. كانت هذه عبارة عن وضعية لهجومات الشمال القسنطيني. لاحظوا معي، وكان عندي ملاحظة فقط، استخدمت السندات، ما تنسوش استخدام السندات. لاحظوا معي هنا يا السند وش يقول: مجازر انتقامية راح ضحيتها آلاف الجزائريين. توظيف الصحيح لسندات هايليك هنايا، انتقامية راح ضحيتها آلاف الجزائريون. هذا فيما يخص الوضعية، يعني بسيطة جدا، ماشي شرط كي تكون عندك معلومات بزاف، ماشي شرط تحط كامل المعلومات، حاول تأخذ الأهم تاع الأهم. حظ موفق للجميع.